السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي فكرة السيارة الرهيب، هذا أنا مسميه السيارة الرهيب كاتب عليه. هذا السيارة شو مخلي بيه؟ مخلي بيه هسه أنا من أشغل عليه مثلا الكاوية ما أحتاج بعد سيرز 110، مخلي بيه دايودات تخفض الكهرباء للترمز مالت الشاي اللي هو هذا اللي سويناه قبل يومين، لأن الدايودات اللي سويناها خليتني بداخل هذا السيارة. شوفوا شلون سويت هذا السيارة، هذا خليتني بداخله لأن الدايودات، فهذا هسه أشغل عليه الكهرباء بعد هذا متنقل وياي. أسمي أنا السيارة الرهيبة، أشغل عليه الكاوية، أشغل عليه الترمز مالت الشاي، أشغل عليه المبخرة الكهربائية ما تحترق، يعني بدون ما أعالجها بعد. هو هذا معالج، هذا السيارة معالج متنقل، وهمينا بيه شاحنة مال كهرباء وهم محمية بنفس الوقت بالدايودات ذني، وتشتغل ومضبوطة 100%. هسه راح اشوفكم اياها عملية. هذا هو السيارة، انا كاتب عليه السيارة الرهيب. هذا يحتوي على ذني الدايودات اللي شوفتكم اياها هسه شفناها، وهذا هسه اذا اشغل هسه هذا مقياس الامبيرية، راح اشغل المغلاية مالت الشاي على 220 ونشوف هالجد تسحب امبيرية، تسحب 7.9. هسه راح اشغلها على هذا السيارة، راح اشغلها على هذا السيارة. هسه هاي هالجد تاخذ 4.2، يعني 4.25، يعني هاي خفضت الامبيرية وقامت ما تاخذ فولتية عالية. يعني اكو غلايات بعد اقل تجي 1000 فتصير 500 تشتغل حتى على المولد. هذه هسه فكرتها وصلت ناجحة 100%، فهذه احتاجها للكاويات لأي شيء. هاي طريقة الربط مالته، يعني ذني الدايودات اللي سويناهن بالفيديو قبل يومين، اذا ترجع تشوف الفيديو واتجاهن باتجاه الحار، هذا يعني كل هذا الخط باتجاه الحار، هاي وصلتها كلها وي الحار، كلها ربط توازي. اذا اريد اربط دايود واحد شو تصير؟ تصير يعني احتاجها بس للكاوية للمبخرة هاي مالت البخور او الاشياء بعد مثلا نشرات شغلات، مصباح مثلا مال غرف، مصباح يعني مال نوم مثل ما تقول، هذا بعد ما يحترق اذا يشتغل على هذا السيارة. هذا هسه الكهرباء الرئيسية، هذا البارد وصلناه مباشر للنقطة، والحار وصلناه عن طريق الدايودات للموجب للسويتش، وهاي الشاحنة مالته هو، والشاحنة للعلم تشتغل عليها، يعني تشتغل بعد التخفيض، يعني تكون محمية أفضل. وهاي طريقة ربطها كل السهلة، يعني إذا بهاي الطريقة بعد ما أحتاج الكاوية أسوي لها دايود، أو المبخرة أسوي لها دايود، أو المغلاية مثلا تاخذ كهرباء هواي، همين تخفض الفاتورة وهمين هي آمن لها وأفضل، يعني فرق تقريبا من 3 دقائق إذا هي تغلي بسرعة، فتتأخر 5 دقائق يعني مثلا، أو بالزايد 6 دقائق همين يغلي المي. وأنا جربت وصار اليوم نشتغل عليها، يلا نشرت هذا الفيديو، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، ولايك ومتابعة، وشكرا لكم.